كما شهدت منصة منتدى شباب العالم جلسة حول أبعاد التغيرات المناخية بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسة الاستراتيجية. تناولت الجلسة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية من الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى مزيد من التداخل والتعقيد للظاهرة، ونتج عنه تفاقم للآثار السلبية للتغير المناخي. سبيل المثال لو بناخد الحرب الروسيه الاوكرانيه مش بس رفعت مستوى البصمه الكربونيه لكن من جانب اخر ايضا احنا عندنا مشاكل متعلقه بانها اثرت تداعيات على الجانب العلمي اللي كان بتتشارك روسيا مع بعض الدول الاوروبيه فيما يتعلق بالقطب الشمالي اثرت ايضا على التنوع البيولوجي اللي موجود في هذه البيئه وما الى ذلك لكن ايضا بدا يبقى في اتجاه لمساله يعني دور الجيوش في الحروب ازاي الاله العسكريه بدات ايضا تساهم في زياده او رفع مؤشرات هذه الانبعاثات وفي حياة الامر واضح انه ما فيش اتجاه حاسم لهذه المساله اغلب الدراسات بتجمع ان يعني في اثر سلبي للتغير المناخي على سواء النمو الاقتصادي او على القطاع المالي والقطاع المصرفي او القطاع الاسواق الماليه لو هنتكلم على الجانب الاقتصادي هنتكلم ان بعض الدراسات قالت ان لو احنا في في ارتفاع درجات الحراره بالشكل المزمن اللي هي بترتفع بيه هنقدر هنخسر حوالي 7% من الدخل الحقيقي للفرد بحلول عام 2100 التغيرات المناخيه ممكن تاثر على استقرار الدول لما بيحصل تغيرات مناخيه ازاي ده ممكن يكون هدف للجماعات المتطرفه انها تحد من الكريديبيليتي او المصداقيه بتاعه الحكومات الصراعات اللي ممكن تحصل ما بين الدول نتيجه التغيرات المناخيه اتكلمت على الجدل ما بين الدول المتقدمة اللي بتؤدي إلى انبعاثات كربونية كبيرة والدول النامية اللي هي المطلوب منها إنها تتحمل الأعباء دي كلها في ضوء كمان حدود التمويل المتاح جلسة النهاردة كانت غاية في الأهمية لأن هي تناولت أبعاد قضايا التغيرات المناخية المختلفة مش بس البيئية والفنية زي ما أغلب الـ 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 المحللين بيركزوا لا بس اتكلمت كمان عن ابعاد اقتصاديه واجتماعيه وانسانيه وامنيه وسياسيه وبالتالي فهي وضعت الصوره بشكل اشمل واعمق ادتنا آه السكوب العريض للتعامل مع قضايا التغير المناخية لان انا لو فهمت الابعاد هقدر افهم ازاي اتعامل التعامل مش بس امني ومش بس خفض الكربون لا التعامل اعمق من كده بكتير التعامل لازم يصل لكل الابعاد اللي احنا آه اشرنا اليها